حضرتك بقى تقولي ايه لعيبة الزمالك؟ انا لا سبت حماده يعني يطلع اللي جواه، ما هو ده كل صوت جمهور الزمالك. فعلا فعلا هو انا زعلانه منهم قوي والجماهير كلها زعلانه منهم، وخصوصا في اخر ماتش يعني كانوا يعني الفتره الاخيره يعني. مش عند حسن ظننا، ومش ده الاداء اللي احنا متعودين عليه منهم خالص خالص. وبالذات اللي زعلانه منه قوي اشرف بن شرقي وحمزه المسلوسي، كان مش حلوين خالص خالص. ليه ليه يعني انا مش عارفه ليه. وبرضو انا عايزه الاداره تظبط الدنيا شويه مع اللعيبه، وانا مش هاجي على اللعيبه برضو قوي، من حقه يطلب برضو مستحقاته في حدود المعقول. برضو ما ينسوش ان الزمالك هو اللي عمل الاسم ولمع النجوم ديت، فازعل قوي لو سابوهم، وجماهيرهم كلهم هتزعل طبعا لو سابوهم في الوقت دوت. وغير كده كمان مش عايزه بقى تغيير كل شويه مدرب، يعني عايزه يبقى في استقرار زي بقيه النوادي إن شاء الله التانيه الفترة اللي جاية دي واضح يا إن في رب. استقرار هو بإذن الله. انا متفائله، انا بحب طبعا فيريرا، هو بيحب الكيان جدا جدا، وان شاء الله متوقع له نتائج كويسه، واللي جاي ان شاء الله يا رب يبقى احسن ليهم ان شاء الله. أنا بشكركم، أسرة زملكاوية جميلة يعني، وإن شاء الله ميرسي، الزمالك يبقى أفضل يعني. احنا اسعد احنا اللي بالمقابلة اتشرفنا بصراحة، وكل بحضرتك سنة جدا وأنتم والله، كل سنة وأنتم طيبين يا فندم. وحضرتك طيب نورت الدنيا يا كابتن ربنا يخليك والله، يا يعني فندم، حضرتك قيمة وقامة يعني. ألف شكر يا الله حضرتك، ربنا يخليك، يخليك. ميرسي.